نرجو أن تعطونا مثالا لأهمية تقديم طلب الأدب على العلم، وكيف ينفع الأدب صاحبه. أنا نفسي طالب العلم أن يكون جادا وأن ينشغل بما ينفعه، دي باب مهم جدا من أبواب الأدب، أن يكون جادا، ما يكونش مهمل، ما يكونش منفك، ما يكونش غير واضح الهدف. أن يكون جادا، جادا في تحديد حزمة الأهداف، جدا في تحديد الإمكانيات والوسائل، جدا في معرفة القدرات التي بها يوقع الوسائل ليحدث المطلوب، لابد أن يكون جدا. الأمر الثاني، ألا ينشغل إلا بما ينفعه، أي مسألة لا تنفعه لا ينشغل بها، لا ينشغل بها. لو فعل ذلك دي درجة من درجات الأدب.